المستشار طلعت الروبي الذي لا يتوانى عن الواجب ابدا. فضيلة الشيخ هشام صالح كذلك اشكر الاستاذ محمد عطيه الزقازيق حد نبيل عفيفي سيدنا الشيخ محمد عبد المقصود حفظ الله الذي سوف يحدثنا الان. كذلك اشكر لمشايخ قريه القشيش شيخ محمد عمران واحمد السلكاوي شيخ هادي سعد شيخ محمد البرع شيخ عصام ربيع شيخ مسعد بدير الاستاذ ياسر العزب معروفا بخلقه والكرم والادب. اسال الله له التوفيق نعم الرجال بالقلب الاستاذ ياسر العزب استاذ احمد صبحي خضر فضيله شيخ عمرو برعي مولانا الدكتور اسامه الهواري. ايها الاخوه الكرام الان نعود من داخل ساحه شيخنا محمد عبد الرحمن بدوي الساحه المحمديه الالهيه لنمزج مع ساحه مولانا الامام الحسين لنستمع الى المحب محب ال البيت فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله يحدثنا بما يخيب عليه رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. جاء في صحف إبراهيم من العزيز الحميد إلى من أبقى من العبيد سلام عليكم هذه تحيتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم وأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم الحج عبد العالي العتموني مثله لا يرفض له طلب ولا يهان له رسول من العزيز الحميد إلى من أبقى من العبيد سلام عليكم هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم وأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والقلوب فعلمتم والعقول ففهمتم وأشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية لي فشهدتم وبعد الإقرار أنكرتم وعند الإقبال أدبرتم فلا يوحشنكم ذلك منا فإن عدتم عدنا
وزدنا في الكرم وجدنا نعطي ونمنح ونجود ونصفح ونعفو ونغفر. كرمنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وانبطاحها والفصول وإتيانها وما هو ظاهر وكامل وراكع وساجد ومتحرك وساكن. الكل يشهد بجمالي ويقر لجلالي. عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني. لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها. ولكني أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقدته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. أذكرك ما فعلت وأعد عليك ما صنعت حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك لا محالة من أهل النار. أوليتك رضواني ومنحتك غفراني وقلت لك عبدي لا تخف ولا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. صلوا على سيدنا النبي. مش هتقدر تمر كده واحنا في مولد سيدنا النبي. الواد بتاع فرنسا دي قلمني ألم تعبني، بس لما قرأت في التاريخ لقيت الأمور تتشابه. الراجل اللي اسمه هولاكو، كلنا عارفينه، بتاع المغول، تزوج من صليبية اسمها ظفر خاتون. قالوا نجوز الراجل المجنون واحدة مننا نتقي شرجه، وبقى في نسب ما بين الصليبيين والمغول. فقالوا احنا عايزين اجتماع، اعمل لنا قاعدة علشان في قائد من المغول عايزين يدخل في الديانة الصليبية. قال ماشي. جاب القائد، جه الراجل بقى الصليبي، أول ما وقف ظل يسب في النبي محمد. هولاكو كان عنده كلب ولف بيصطاد بهذا الكلب ويخوف به الدول الإسلامية. أول ما الراجل سب النبي قام الكلب ونهشه فخلصوه فضمضوه. يعني ايه؟ جابوا له شاش وربطوا ايده وربطوا التعوره بتاعه. فقال احد الصليبيين ما قام الكلب الا لسبك لمحمد. قال لا، انما أشحت بيدي فظن أني أريد أن أضربه. ده أنا بعمل بإيدي كده، فهو فكر أنه إيه؟ بهوشني. فرجع ثم ظل في سب النبي، فقطع الكلب رباطه فأخذ حلقه فاقتلعه فمات. فأسلم من المغول 40,000 آمنوا برسول الله. أو الله، هولاكو بيستغرب، الكلب قطع زوره والمغول قاعدين. قالوا هولاكو إيه والصليبيين إيه؟
نشهد أن محمدا رسول الله، فنظر هلاك قالوا كلب يدافع عن النبي، إن لم نسلم فهو أفضل منا، فأسلموا. اقرأ في الصحف في فرنسا كم واحد قرأ عن سيدنا النبي وأسلم، كم واحد. قد يكون الخير كامنا في الشر. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ميلاد سيدنا النبي في شهر ايه يا عم الحاج مصطفى؟ طيب نقول تاني، السنة الهجرية أول شهر فيها ايه؟ حر. السنة الميلادية أول شهر يناير. أما سنة المحبين فأول شهر ربيع الأول، ده بتاع المحبين طيبين أحباب سيدنا النبي. جاء في رواية الصالحين أن رجلا كان في كل عام يصنع المولد لسيدنا النبي، وكان من مصر، وكان بجواره جار يهودي، فقالت امرأة اليهودي ما بال جارنا المسلم كل عام يصنع المولد وينفق عليه أموالا؟ قال اليهودي يزعم أن نبيه ولد في هذا الشهر. ده رجل يهودي. الست اليهودية قالت اللهم إن كان هذا الرجل نبيا صدقا فأرني إياه في المنام. تاني يا عم. الله يكرمك. الست اليهودية قالت إن كان الرجل ده اللي هو سيدنا النبي اتولد في ربيع حق أشوفه في منام، فنامت من ليلتها فوجدت رجلا عليه من الأنوار ما عليه ومعه خلق كثير، فقالت من هذا الرجل؟ قالوا إنه رسول الله محمد. قالت وأين يذهب؟ قالت يذهب إلى هذا الرجل الذي يقيم له المولد في كل عام داخل بيته. قالت وهل لي أن أخاطبه؟ ممكن أتكلم معاه كلمتين؟ قالوا نعم. فنظر إليها النبي فقالت يا رسول الله. قال لها لبيك لبيك لبيك. قالت أنا وأنا لست على دينك تقول لي لبيك لبيك لبيك؟ قال النبي إن الله أطلعني أنك أسلمت. دفنوما. إن الله أطلعني أنك أسلمت. قالت أما وقد قال ربك ذلك فإني أشهد أنك رسول الله. قالت له أتدخل بيت كل من أقام لك المولد؟ قال نعم، وعن يميني الصديق، وعن يساري عمر، ومن خلفي كل أصحابي.
فاستيقظت قالت ايه النوم ده؟ ايه الحلم ده؟ ايه الرؤيه دي؟ فاغتسلت فتوضأت واسلمت. فدخل زوجها وقد اعدت طعاما، ادل الطعام للناس الطيبين، فقال زوجها ما بالك تنفقين اموالا وتعدين طعاما؟ طرح فين؟ قالت اذهب الى بيت جارنا الذي يقيم المولد لرسول الله لأطعم الناس. قال إذا فقد أسلمت. قالت من أخبرك؟ هي ما قالتش لحد إن أنا أسلمت والأعمال. قالت لزوجها من أخبرك؟ قال أخبرني حبيبي النبي وعرض علي الإسلام فأسلمت وقال بأن امرأتك قد أسلمت. يهودي ويهودية علشان إيه؟ احتفال بمولد سيدنا النبي، عشان أقام احتفالا بميلاد سيدنا النبي. وإلى الساحة المحمدية أتينا وإلى رحاب ربنا من أتاها. ساحة المحمدية بالمنايل وقد جمعت الأحباب والأصفياء وأصحاب النوايا الخالصة والسرائر الزاكية من كل مكان. أنظر عن يميني فأرى أهل بلدي سندوة، وأمامي وعن يساري ما أتوا إلا محبين شاهدين للأنوار التي أحدثها مولانا وسيدنا الشيخ علي شميس. أحدث زلزالا من الحب وبركانا من الود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم، وسيدنا الشيخ مصطفى يسمح لي أن أختم، وسيدنا الشيخ أحمد الخولي التقي الولي أستاذ صلاح، أستاذ ناصر أبو صلاح، وكل المحبين ومشايخنا أهل الفضل علينا ومن أتى كراما وضيوفا على سيدنا النبي. إحنا كلنا ضيوف على مين؟ على سيدنا النبي. وكان أحد الصالحين بيعلمني بيقول لي لما تدخل المدينة المنورة وانت عند سيدنا النبي قول لي كلمة واحدة. عم الحاج عبد العال قل له يا رسول الله أنا ضيفك ضيفنا على كيفك، يا رسول الله أنا ضيفك ضيفني على كيفك. فسألته ليه؟ قال وقف أحد الصالحين عند روضة سيدنا النبي فرفع إيده كده وبيسأل ربنا، فواحد قال له يا حج اتجه إلى القبلة بالدعاء، خليك ناحية القبلة. قال له القبلة قبلتنا للصلاة ورسول الله قبلتنا إلى الله. راح الراجل اللي كان بينهاه يقول له ايه؟ أقف معك لأدعو رسول الله. ده كلام مين؟ المحبين. سيدنا الحبيب النبي قال يأتيكم آخر أبناء الملوك. الصحابة عمالين يقولوا من؟ سيدنا النبي يقصد مين؟ عايز يقول إيه؟ مين؟ قال وائل
ابن حجر الحضرمي. جه سيدنا وائل وده كان احد ابناء ملوك اليمن، ساب الملك وساب كل حاجه وجاي لسيدنا النبي. اسلم؟ نعم. سيدنا النبي اداله ارض، قال له القطعه بتاعتك في المدينه في كذا، قال له ماشي. يا معاويه، سيدنا معاويه بن ابي سفيان، قال لبيك يا رسول الله، قال فلتصطحبه الى ارضه، قال له حاضر. سيدنا معاويه كان في هذا الوقت فقير، وكان من شدة فقره لا يجد نعلا يحتفيه، يعني مش لاقي حذاء يلبسه. مسك الناقة وماشي بها، فنظر لسيدنا وائل بن حجر، قال له أردفني خلفك على الناقة، متى أركب معاك الناقة ووديك المكان. قال ليس شحا بالناقة ولست أنت رضيف الملوك، مش أنت اللي تركب خلف الملوك. قال له طيب، طب اديني حذائك ألبسه. قال ليس شحا بالنعل ولست أنت ممن تنتعل نعال الملوك، القضية دي، ولكن سر في ظل الناقة. الناقة وهي ماشية لها ظل، امشي في الظل بتاعتها. قال له حاضر، ودى المكان ورجع. دارت الأيام، سيدنا عمر ولي الخلافة قال له يا معاوية انت الحاكم بتاع الشام، حاضر. قالوا سيدنا وائل ابن حجر الحضرمي دخل الشام، سيدنا معاوية قاعد كده على الكرسي بتاعه، أول ما شاف سيدنا وائل قام ونزل وخلع حذاءه وأمسك به وأجلسه على كرسي حكمه، وقعد بين إيده. قال أتذكر يوم كذا وقلت لي كذا وكذا؟ قال والذي أرسل محمدا بالحق ما رأيت من أدبك وحلمك، لو عادت الأيام ما حملتك على الناقة ولكن حملتك بين يدي. دول مين؟ أصحاب مين؟ سيدنا النبي. لا تغروا بالمناصب ولا الكراسي ولا الجاه ولا السلطان. يذكر في مصر راجل عادي زي حالاتنا، غلبان بس عنده حاجة واحدة بس، ايه هو؟ محب لسيدنا الحسين. شوف حاج نحمده عمل كده، ادب. محب لمين؟ سيدنا الحسين. غلبان مش معروف، واحد جاره مضايقه، ذهب إلى الحاكم وقال إن فلانا قد أفشى أسرارا عسكرية لفلان في دولة كذا. راحوا جايبين، وكان سيدنا العز ابن عبد السلام موجود، فخدوا الراجل كتفوه وحكموه. هيحاكموه فين يا عم الحاج مصطفى؟ في المحكمة؟ لا، في مسجد سيدنا الإمام الحسين. أول ما تخش عند سيدنا مولانا في ريح المنبر، الاسطوانة دي كانت بتاعة سيدنا العز بن عبد السلام، وكان يجلس تحتها صلاح الدين الأيوبي. اللي ما يعرفش الأسرار، قال العز أفعلت؟ قال والله ما فعلت. ده كان مظبط شهود،
الشهود جم أقسموا قالوا لا هو ده هو اللي قال الأسرار العسكرية. خلاص بقى ده قاضي له أوراق وشهود. قال قوموا ليعدم. وكان في مصر حشرة سوداء تيجي من الصحراء تتحط في راس اللي حي مكتوب عليه الإعدام، هي قرصة واحدة في لحظة مات. ايش كلام؟ جابوا الحشرة شالوا عمة الراجل حطوا على راسه الحشرة فضل واقف، ماتت الحشرة وهو بجوار سيدنا الحسين ماتت. في ايه؟ جابوا واحدة تانية حطوها ماتت، واحدة تالتة ماتت. راح باصص لسيدنا العز ابن عبد السلام وقال لن أقتل من حشراتكم على رأسي. قالوا ولما؟ قال لأنني حملت رأس الإمام على رأسي. أتاري الراجل كان ضمن الناس اللي شالوا موكب سيدنا الحسين على رأسهم من مسجد الديلم إلى مشهده الآن. قال لهم مش أنا. فالعز بن عبد السلام قال أردتم أن تظلموه فنصره آل بيت النبي. ده المحب وده سيدنا النبي وده آل البيت آل بيت النبي والأحباب والمحبين. بشكر معالي المستشار محمد بيه القصبي وبنقول له يا معالي المستشار خلي قلبك مربوط بالأعداد الطيبة، هيبقى لك كرسي في برلمان سيدنا الحسين وكلكم كده. المحب والله عضو في برلمان سيدنا الحسين وآل البيت. أعيد تاني، ما بحبش الحاج مصطفى أزهق منها أبدا. ورد في الأثر إن آل البيت يؤتون يوم القيامة ومعهم خلق من خلق من خلق كثير، ناس كتير قوي، فيقولوا ربنا يا رب هما مين دول؟ الناس دول والسيدات دول والشباب ده والبنات دول جايين معانا ليه؟ فيقول الله حسبوا عليكم فنسبتهم إليكم. والعمدة راح فين؟ حسبوا عليكم فنسبتهم إليكم. هو سيدنا سلمان الفارسي ده كان من إيران، سيدنا النبي عم الحاج عبد العال قال عليه سلمان لا منكم ولا منهم، سلمان منا آل البيت. سلمان من آل البيت وإحنا محسوبين على مين؟ على سيدنا النبي. والمحسوب منسوب ولو كان به عيوب. يا رب أدى آل البيت. يا رب أسألك بأسمائك وصفاتك وبالصالحين وبالمحبين اللي قاعدين الآن أن تربطنا بروضة نبينا في المدينة. والنبي يا رب، واحد يقول لك ما تحلفش بالنبي، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. آه والله يا رب عشان خاطر سيدنا النبي اربطنا جميعا بالروضة المعطارة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تجبر بخواطرنا. اللهم اجبر بخواطرنا، اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبارك لنا في الساحة المحمدية، واجعل الشيخ عبد الرحمن أهل المدد مددا لأبيه إلى يوم الدين،
واجعل هذا المكان طيبا عامرا فيه الحب والأدب، واجعل الشيخ محمد أشرف قارئا للأولياء ووليا للقراء وكل من أتى إلى هذه الساحة، اجعله مقبور الخاطر، طيب النفس، زكي القلب، موصولا بسيدنا رسول الله. واجعل مصر واحة أمن وأمان وسلم وسلام، وبارك في أزهرها وعلمائها ومؤسساتها وجيشها وأمنها. اللهم رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، بلغ نبيك منا السلام. اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا أمتعنا بسيرة آل البيت فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله، إمام مسجد مولانا الإمام الحسين. من هنا من الساحة المحمدية الإلهية لشيخها عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بدوي، إذ نتقدم بجزيل الشكر القارئ وابن القارئ شيخ أحمد عبد الله عمران وضيفه الكرام الشيخ الدكتور أسامة الهواري، الشيخ ممدوح جودة سعد، السيد المستشار طلعت الروضي، السيد المستشار محمد مختار القصبي حج ناصر القصبي، كما اشكر لصاحب الفراشة ادارة الحج جمال عويس واخي المذيع اللامع الاستاذ رضا عيد، الإنارة الكبرى الحاج سعيد عوض، الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده، الضيافة أبو إسماعيل بالتل الكبير. كذلك أشكر الشيخ محمد العزم، وأشكر أيضا لعمر جمال وحسن أبو عرب.